إليك عواقب النوم لأقل من 7 ساعات في الليل. توصلت دراسة جديدة إلى أن العمليات الأيضية المتعلقة بالشحوم لدى الرجال في عمر الـ20 تتغير عندما ينامون 5 ساعات فقط في الليل. تبدأ أجسامهم بتخزين البروتينات الشحمية الغنية بالشحوم الثلاثية المرتبطة بالبنس السادة للأوعية الدموية والصفائح الشحمية شديدة الخطورة في الشرايين بدلا من التخلص منها. وجد بحث إضافي أن معدل الذين لا ينالون القدر الصحي من النوم كل ليلة في زيادة مستمرة. ربط الباحثون بين الحرمان من النوم لفترة طويلة وبعض المشكلات الصحية الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والبدن والسكري وضعف الجهاز المناعي. نحن لا ننال كفايتنا من النوم، وهذا ما يؤثر على حياتنا اليومية وعلى صحتنا على المدى الطويل. تضيف الأبحاث الحديثة أدلة تفسير تأثيرات الحرمان من النوم المكتشفة منها والمحتملة، والتي تمتد من صحتنا العقلية إلى كيفية تخزين الشحوم في الجسم. بالإضافة إلى تأثيرها على صحة الفرد والمجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، ووثق الباحثون جدا تأثير الحصول على قسط كاف من النوم في تقوية جهاز المناعة، وترافقه مع انخفاض نسبة الأمراض القلبية الوعائية والأمراض الأيضية مثل البدانة وداء السكري من النمط الثاني. يرى الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا أن إحدى الطرق التي يؤذينا فيها الحرمان من النوم هي تقليل شعورنا بالشبع حتى بعد تناولنا لعشاء غني بالشحوم. نشرت مؤخرا دراسة في الصحيفة Journal of Lipid Research مضمونها كيف أثر الحصول على 5 ساعات من النوم ليلا لمدة 4 أيام في الأسبوع متبوعة بنوم معوض لمدة 10 ساعات في ليلة واحدة على صحة 15 رجلا في عمر الـ20، وبالتحديد كيف أثر هذا على ارتفاع شحوم الدم لديها بعد الطعام أو ارتفاع نسبة البروتينات الشحمية الغنية بالشحوم الثلاثية لديهم التي ارتبطت بالبنى السادة والصفائح الشحمية خطيرة العواقب في الشرايين. لم تكن نتيجة هذا البحث مبشرة، إذ قال البروفيسور أورفيوس باكستون أحد المحررين الرئيسيين في هذه الدراسة: لم يطرد الجسم الشحوم وإنما عمل على تخزينها. لم يتمكن الخبراء بعد من تحديد السبب الذي يجعل من النوم لمدة غير كافية مشكلة صحية، لكنهم توصلوا إلى أن الإرهاق الناجم عن العمل ينعكس سلبا على النوم، والحرمان من النوم بدوره يجعل أداء وظائفنا أكثر إرهاقا. وجدت دراسة أخرى عمل عليها باحثون من جامعة بول ستايت أن ثلث العاملين الأمريكيين ينامون لأقل من 7 ساعات، وأن هذه النزعة تزداد سوءا مع مرور الوقت. فخلال هذه الدراسة عمل الفريق تحت قيادة بروفيسور علم الصحة على تحليل بيانات 150 ألف عامل أمريكي بالغ بين عامي 2010 و2018، ووجدوا أن 31% منهم تقريبا لم ينالوا كفايتهم من النوم في عام 2010، وارتفعت هذه النسبة إلى 36% تقريبا خلال السنوات الثمانية اللاحقة، وكانت النسبة متماثلة بين الرجال والنساء مع ملاحظة ارتفاعها لدى بعض الأعراق والمهن. يقول خابوش ناداني: يعد هذا الاكتشاف مهما، إذ تعاني الولايات المتحدة من نسب مرتفعة في الأمراض المزمنة تصيب كافة الأعمار، ويرتبط العديد من هذه الأمراض بمشاكل في النوم. فما هي الفئات التي تنال أقل قسط من النوم؟ وجد الباحثون أن هذه النسبة كانت أكثر ارتفاعا لدى الأمريكيين الأفارقة ومتعددي الأعراق، إذ تجاوزت هذه النسبة 45% لكل مجموعة منهم على المستوى العرقي. وصلت هذه النسبة إلى أكثر من 50% لدى العاملين في مجال العناية الصحية والشرطة بالإضافة إلى المجال العسكري، وإلى 40% لدى العاملين في المواصلات ونقل البضائع والمهن الإنتاجية. يشير خبشنداني إلى أن النوم لمدة غير كافية يترافق مع مشاكل جسدية وعقلية ومع معدل الإصابة بالجروح وانخفاض نسبة الإنتاج وارتفاع معدل الوفيات المبكرة، وأنه لا يوجد سبب معروف وحاسم وراء انخفاض نسبة الأشخاص الذين ينالون كفايتهم من النوم. يقول خاب شونداني: نرى أن أماكن العمل تتغير مع ازدياد ساعات عمل الأمريكيين، ويميل الناس إلى السهر في الليل أكثر مع ازدياد وصولهم إلى الأجهزة الإلكترونية واستعمالها. وأضاف:
أضف إلى ذلك أن الازدياد التدريجي لمستوى إرهاق الموظفين في الولايات المتحدة في أماكن عملهم وانتشار الأمراض المزمنة يمكن أن يكون مرتبطين باستمرار حرمانهم من النوم. ويرى خابشونداني أن على أصحاب العمل اتخاذ إجراءات تحرص على نيل موظفيهم كفايتهم من الراحة، وأشار إلى أهمية هذا الأمر في قوله: نحن جميعا نعاني عندما يكون سائقو الحافلات والشاحنات والأطباء والممرضين في حالة حرمان من النوم. يدرك العاملون في المجال الطبي هذا الأمر، لكن جداولهم المزدحمة وساعات عملهم الطويلة تجعل الحصول على 7 ساعات من النوم ليلا يوميا أمرا صعب التطبيق. فتقول الطبيبة شانون ماكيكاو: نحن أسوأ المذنبين في هذا الأمر. موضحة أن النوم لمدة غير كافية يمكن أن يؤثر سلبا على تفكيرنا واستجابتنا، ويتضمن أيضا تشتيت الانتباه وضعف الذاكرة، وتضيف: للأسف تؤثر قلة النوم أيضا على المزاج، كما تقول إنه على المدى الطويل تنخفض جودة الحياة وتزيد نسبة حصول الحوادث مع ازدياد عدد الساعات المفقودة من الراحة. يمكن أن ينعكس الحرمان من النوم سلبا على الجسد، فيؤدي إلى البدانة وداء السكري، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وضعف الجهاز المناعي وانخفاض الرغبة الجنسية وارتفاع معدل الموت بشكل عام أكثر من أي حالة طبية أخرى. أما ذهنيا فيمكن أن يؤدي إلى القلق والإحباط والذهان، وفي حالات أخرى يؤدي إلى الهلوسات. يمكن أن يترجم الحرمان من النوم لدى الأطفال إلى فرط نشاط قد يختلط في تشخيصه مع اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. تقول ماكيكاو: نتكلم دائما عن الحفاظ على صحتنا عبر اتباع الحمية وممارسة التمارين الرياضية، ولا نذكر النوم الكافي لكوننا نعده من البديهيات. زمن التعرض للشاشات أيضا يؤثر أيضا على نومنا. أحد أبرز أسباب افتقاد النوم الذي يخبر ماكيكا والناس بها هي الواجبات الاجتماعية التي تتضمن الاستعمال الزائد للأدوات التكنولوجية الشخصية بهدف مواكبة آخر التطورات على وسائل الإعلام. تصدر هذه الشاشات المنتشرة في كل مكان من هواتف ذكية وحواسيب وتلفازات ضوءا أزرق يعبث في نمط نومنا. تقول ماكيكاو: يصعب هذا عملية إطفاء دماغنا، لذا علينا منح أدمغتنا وقتا للراحة. لذا يوصي الخبراء بتجنب هذه الشاشات المشعة لساعة أو ساعتين قبل الخلود للنوم. يمكن أن نستغل هذه التكنولوجيا في مساعدتنا على النوم من خلال ضبطه المنبه على وقت معين نختاره للذهاب للنوم على سرير مريح في غرفة مظلمة. ويمكن استخدام أجهزة مثل فيت بيت لمراقبة عادات النوم. فتقول ماكيكاو: في ظل هذه التكنولوجيا المحيطة بنا، يجب أن نستغلها للاستفادة منها بدلا من الغرق في أضرارها.